الامتحان ده. عن جد أنا بعتذر، بعرف إني ضغطت عليكي كتير، بس كيف هيك فجأة بتقولي لي إنك رح تتزوجي قدير؟ ما عندي ولا شيء أحكي، أصلاً أنا اللي بدي أعتذر. ليكي، واضح إنه في شيء أنت مو مخبرتيني إياه. اسمحي لي كون جنبك، خليني ساعدك. ما بقدر. عيونك ما بتكذب هاندا لو شو ما كذبتي. لا تخافي، والله أنا جنبك وما حدا بيسترجي يقرب منك أو يأذيكي. هاندا، هاد من قدير؟ أنا وقدير رح نتزوج. كيف فيكي تعملي هيك؟ لك كيف بيجي من قلبك تعملي فيكي هيك؟ أنا ما عم بفهم هاندا. خلص رح نتزوج، حتى إنه بكرة رح نروح ناخد موعد. لا تسألني عن شي بنو، امشي. إلي أنا عم تقلي لي روح؟ بعد كل شي حلو صار بيناتنا؟ كيف بدك يعني روحوا كأنه ما صار شي؟ لأنه نحن مالنا لبعض، ولا رح نكون ما منقدر. ليش هاندا؟ ليش 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 ما منقدر نكون لبعض؟ هلا بدك تقرري، يا عم فوت لجوا بخبرها لشوليا بكل شي وبقول لها وين مكان امك، عم تفهمي؟ وبحكي كل شي قدام هذا الاجذب جينجو حبيب البيت. رح تخرس ولا لا؟ اخرس وخلص. ما رح تكوني لحدا غيري ابدا، خليلي هالشي بعقلك الصغير، خليه براسك منيح، عم تفهمي؟ شو سكتتي؟ تتصرفي ولا كأنه صار شي؟ خليكي عقلي وهادية، اسمعي الكلمة، يلا فوتي لجوا وقيسي لي بدلة العرس. لا تضلي ساكتة هاندا، احكي شي، ليش بدك تتزوجي لقدير؟ لأني مجبورة. هاندا ارجعي بترجاكي، ارجعي وتطلعي فيني، انت بتحبيني هاندا. وهيك تطلعي وراكي زهرة، اذا التفتي ما رح تروحي ابدا. لا تروحي، بترجاكي لا تروحي. مضطرة اني روح، سامحني هاندا، انا ما بقدر بدونك. انت بدوني رح تكون مرتاح، انت حابب الكذبة جينجو، مو حاببني إلي، انا مجرد كذبة. وقفي، انت مانك هاندا، لانه هاندا حبيبتي ما بتعمل فيني هيك. ما كانت تركتني لحالي، ما كانت مشيت بدون ما تلتفت علي. لا تتركيني لحالي، ما فيني اتحمل هالوجع مرة تانية.
Sesim çıkmaz anla halimden. Yaram çok derin kanar her yerinden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa kar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Bakarken zamanı yok ki her ayrılık erken. Gönlüm yorgun nasıl çare bulsun. Diğer yarımı bulmuşum derken. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. أنا تركتك زهرة، تركتك أنا ما بستاهل أي شيء. أنا شخص مو منيح، سرقت حياة شخص تاني. أنا وحدة كذابة. حتى هو ما عم بيستوعب إنه أنا مالي إنتي. حبكم كان كبير وبريء كتير. كان بريء كتير. سامحيني هاندا، شو ما كان قصدي يصير هيك. أنا بس كنت بدي أعيش، ما كنت بدي أسرق منك حبك. صدقيني أنا رح أتزوج قدير وأطلع من حياته. هلأ رح يجن، رح يزعل، بس وقت ترجعي وين ما كنتي أتمنى تكوني بخير.
واتمنى انك تسامحي. أنا آسفة. إلا ما يكون في طريقة. فكري يا زهرة، أكيد في طريقة. أنت لازم تخلصي من قدير. ألو. ألو حبيبتي، وينك؟ يعني مو جاي؟ لسه في ساعة للموعد، بعد ساعة أنا بكون هنيك. إيه بعرف في ساعة، بس قلقت عليكي، قلت لحكيكي واطمني إذا جاي ولا لا. قلت لك أنا بعد ساعة بكون هنيك. بعد كم ساعة رح تكوني عندي بالبيت؟ شو هالأسلوب اللي عم تحاكيني فيه؟ يا بنت رح تصيري مرتي أنت. ليش كترت الحكي؟ قلت لك بعد ساعة بكون هنيك. طيب ماشي، بعد ساعة بشوفك لتان، ومن بعدها ما عاد تفارقيني ولا ساعة. كيفك فيها؟ حسابك بعدين يا سي زهرة. شو لوين رايحة بنتي؟ عندي كم شغلة بدي أعملها وأرجع. استنيني وأنا كمان رايحة، منروح سوا، شو رأيك؟ بس أنا مستعجلة كتير. طيب كيف صارت إيدك؟ منيحة أصلاً، الجرح كان صغير. انتبهي على حالك ماشي؟ وهي مرقت ساعة، هلأ منشوف زهرة إذا في براس عقل ولا لا. وهي مرتي الحلوة إجي. شوفوا لي على هالجمال. زهرة! شو هالوش؟ فرديها بقى. دوقي دوقي لأمي، والله أطيب سندويشة بتاكليها بحياتك. بس لأمي دوقي. خلينا نخلص اللي بدنا نعمله بسرعة، عندي شغل. شبك؟ أهلين خيال. خيال؟ اسأليها اسأليها لنشوف مراد إذا صار منيح ولا لا. دقيت لك بس ما قدرت أوصل لك، انشغل بالي. شو صار معكم؟ هاندا نحن رجعنا. رجعتوا؟ إيه والله، اضطرينا إنه نرجع. ما عملنا العملية. ليش؟ طلع في مشكلة بالقلب اللي لقوا، طلع فيه تشوه بالنسيج. طيب شو رح تعملوا هلا؟ حطونا على قائمة الانتظار لنشوف شو رح يصير. كيفه مراد؟ طيب كيف بده يكون؟ كيف صار؟ وينكم انتو هلا؟ عالطريق راجعين عالبيت. طيب انا جاي لعندكم. عطيه البشاره، خبريه، قالي لها انه اجينا ناخذ موعد ورح نتزوج اليوم. انه ملاقيه مناسبه هلا؟ شو عم يقول قدير؟ حددتوا يوم العرس؟ ما فهمت. ببقى بقول لك بس اجي لعندك. هاندا جينجو عم يوصلنا، رايحين هلا فورا على البيت. جينجو؟ ليش ما خبرني؟ كنا رحنا مع بعض. ولك من وين رجع طلع لنا جينجو؟ ما راح يحل عنا بقى هالزلمه. شو؟ طيب خيال، انا لازم سكر ورح اجي لعندك، اتفقنا؟ طيب ماشي حبيبتي. هاندا رح تجي مع هداك الزلمة؟ ما بعرف. أنا لازم أمشي. لوين؟ رايحة لعند خيال، شو ما سمعت؟ قبل ما نحدد يوم العرس ما في روحة من هون. في شغلات بالحياة أهم بكتير من موعد عرسك السخيف هذا، فهمت؟ جينجو رايح معك مو؟
أول ما سمعتي صوته رايحة دغري معه، ما هيك ست زهراء؟ ما لقوا له قلب لمراد، شو ما بتفهم أنت؟ أي وشو بيعرفني إذا ما كنتي عم تكذبي؟ ما بهمني إذا صدقت ولا لا. روحي لقلك ست زهرة، روحي، أنا بعرف كيف رجعيك. على اليسار لو سمحت. إيه ماما حبيبتي. زهرة شوفي، أنا ماني منيحة أبداً يا بنت. شوفي أمي، أنا دخلت وقعت وما عم بقدر قوم، فيكي تجي بسرعة يا بنتي؟ طيب أنتي روقي ولا تخافي أبداً، رح أجي فوراً لعندك. يلا بدي روح على غير مكان، بس فيك تستعجل شوي، روح من على اليمين. ممتاز. لك إيه شو هالتمثيل بحياة الله؟ أقسم بالله إنه بزقف لك على الواقف، بيطلع لك أوسكار، بس أنتي أهم من الأوسكار. قدير، كنا مضطرين كتير لنعمل هيك؟ يعني حسستني بالذنب بدون سبب، وأكيد زهرة هلأ خافت كتير. أمي شيرمين لا تقولي هيك بحياة الله، أنتي رجعتي مشان زهرة، وبعدين رجعتي زهرة لزوجها. قدير شو؟ شو بكي؟ مو مستاهلة نكبرها لأدلة القصة، أنت كذبتي كذبة بيضة. الكذب ما فيه أبيض وأسود، الكذب كذب. طب شو كان لازم نعمل؟ مضطرين يعني؟ نحن ما لنا هيك بس مجبورين، يعني كنا منترك بنتك بين إيدين هالعيلة. بس أنا ما بدي صب الزيت فوق النار يا ابني. إيه لا، اسمعوا على هالحكي، والله أنا متضايقة ورح طق. أمي شيرمين أنا مو مثل ابنك؟ يعني ما فكرتي أبداً إنه هالشاب زد حاله بالنار بس كرمال بنتك؟ ما فكرتي إذا ما كان هو المسؤول عن بنتك مين رح يكون مسؤول عنها؟ طيب أنا كل همي إنه أخذ زهرة ونهرب من هون ونروح. ممتاز، كلياتنا رح نهرب، رح نهرب بطريقة وما رح يلاقوا لنا أثر بعدها. تركيها على قدير أنتي. جدو مراد حبيبي، جدو ما بيعرف إنه أجينا. ماما فايت حرامي على البيت. وقف بايرام، بايرام ماما خلينا نخبر الشرطة فورا. لا تخاف حبيبي، ألو جينجو، كأنه في حرامي فايت على البيت وأنا مو عارفانة شو أعمل. تمام، نازلين فورا. يلا تعال مراد. أمي أمي زهرة، سامحيني يا بنتي، كنت مجبورة من شانك.
نحن لازم نهرب حتى تضلي عايشة. زهرة. 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 ليش رجعت غمضت عيونها؟ قدير، البنت صار لها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء خالتي شيرمين، هي بس فقدت وعيها، بعد شوي بتفي، لا تقلقي. كان ضروري تعمل فيها هيك؟ فيكي تقولي هالكلام لبنتك بس تفي، واسأليها ليش ما اجت لحالها، ماشي؟ قومي نمشي. زهرة سامحيني. سامحيني يا بنتي، سامحيني. زهرة بنتي شوفي، تعي شوفي بنتي طلعت عايشة، هاندا طلعت عايشة. هاندا أهلين برجعتك. يمكن مالي مستوعبة، بس انتي عطيتيني حياة. أنا رغبتي كانت اللي عمل فيكي هيك يتعاقب. رجعتي لبيتك والتقيتي بعائلتك. بس بتمنى اللي عمل فيكي هيك ياخد عقاب. زهرة أفضل عدالة بالحياة هي الضمير. لما الكل عاش مع ضميره، أنا وين بروح؟ ما عندي مكان روح عليه أو حتى باب دق عليه. أنا ما عدت حدا، وهلأ شو صار اسمي؟ قلت لك ما رح أتخلى عنك زهرة.